في ملف المنتخبات الوطنية، أرسل المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبد الغني شهد قائمته المكونة من 50 لاعبا إلى اللجنة المنظمة لبطولة الألعاب الآسيوية، والتي من المؤمل أن تضيفها أندونيسيا مطلع آب من العام الحالي. وشهد أشار إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة حددت سقفا زمنيا ينتهي في 30 من الشهر الجاري لتقديم القائمة الأولية للاعبين والذين سيمثلون الأولمبي في البطولة، حيث سيذهب باتجاه اختيار 50 لاعب سيصار إلى تقليصهم في وقت لاحق.